كشف اليوم الاثنين تقرير إسبانيا عن تفاصيل جديدة بخصوص انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي ووفق صحيفة ماركا فإن الدوري البرتغالي سيلعب لنادي نصر لمدة موسمين ونصف كما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي وحسب المصدر ذاته فإن الدون سيحمل ألوان النصر بداية من الفاتح من جون في المقبل وهو الذي أنهى علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين عن انطلاق نهائيات الكاس وهو ما يسمح له بالتفاوض مع اي نادي اخر حيث سيتقاضى رونالدو راتب يقدر ب 200 مليون يورو تقريبا في الموسم الواحد في نادي النصر السعودي